الاعتزلين اليوم خولت أو غضي، فقد نزلت حدباء محكمة العض، أزالت فؤادي عن مقر مكانه، وأضحى جناح اليوم ليس بذي نهضي. وقد كنت جلدا في الحياة مدرئا، وقد كنت لباس الرجال على البغض، وإني لحلو للخليل، وإنني لمر لذي الأضغان أبدي له بغضي، وإني لا أستغني فما أبطر الغنى، وأبذل ميسوري لمن يبتغي قرضي، وأعسر أحيانا فتشتد عسرتي، وأدرك ميسور الغنى ومعي عرضي، وأستنقذ المولى من الأمر بعدما يزل كما زل البعير عن الدحض، وأمنحه مالي وعرضي ونصرتي، وإن كان محني الضلوع على بغضي، ويغمره حلمي ولو شئت ناله عواقب تبر اللحم من كلم مضي. وما نالني حتى تجلت وأسفرت أخو ثقة فيها بقرض ولا فرضي، ولكنه سيب الإله وحرفتي، وشد حيازيم المطية بالغرض، لأكرم نفسي أن أرى متخشعا لذي منة يعطي القليل على الرحض، أكف الأذى عن أسرتي متكرما على أنني أجزي المقارض بالقرض، وأبذل معروفي وتصفو خليقتي إذا كدرت أخلاق كل فتى محضي، وأمضي أموري بالزمائل وجهها إذا ما أمور لم يكد بعضها يمضي، وأقضي على نفسي إذا الحق نابني، وفي الناس من يقضى عليه ولا يقضي، وإني لذو حلم على أن ثورتي إذا هزني قوم حميت بها عرضي، وإن طلبوا ودي عطفت عليهم، ولا خير في من لا يعود إلى خفضي، ومعترض في الحق غيرت قوله وقلت له ليس القضاء كما تقضي، ركبت به الأهوال حتى تركته بمنزل ضنك ما يكد ولا يمضي، ولست بذي لونين في من عرفته، ولا البخل فاعلم من سمائي ولا أرضي. قد أمضيت هذا من وصية عبدل، ومثل الذي أوصى به عبدل أمضي، إذا مت فكيني بما أنا أهله، وحضي علي الباكيات مدى الحض، ولا تعدليني إن هلكت بعاجز من الناس منقوض المريرة والنقض. حلفت برب الراقصات إلى منن يبارين أيام المشاعر والنهض، لئن هبت أقواما بدت لي ذنوبهم مخافة رحب الصدر ذي جدل عضي، لقد طالما هزوا قناتي وأجلبوا علي، فما لانت قناتي عن العض، وقد علموا أني شجي لعدوهم، وأني على شحنائهم كثر ما أوضي، ولكنني أحمي ثمار عشيرتي، ويدفع من ركضت دونهم ركضي، بمشهد لاوان ولا عاجز القوى، ولكن مدلا يخبط الناس عن عرضي. أبعد بني ذر بن عبدل إذ غدا بهم من يرجي لذة العيش بالخفض، مضوا وبقينا نأمل العيش بعدهم، ألا سار من يبقى على إثر من يمضي، فحسبي من الداء الذي ليس بارحي، وبعض هموم لم يكد وجدها يفضي، ألم تر أن العين بعث سجومها من الدمع حتى لم يكد جفنها يوضي، كأن مجاج السنبل الورث فيهما تداعت به الأرواح في ورق الرحض، كما ينظر الوراد خيلا سريعة مقيدة تندو إلى الحلس والغرض. خذوا حذركم أهل المشقر والصفا بني عمنا، والقرض نجزيه بالقرض، ألا أبلغ بكر العراق ابن وائل بكأس سقى النصري شاربها رمضي، فإن يقتل النعمان قومي فإنما هي الميتة الأولى وتقدمة القبض، فميلوا على النعمان في الحرب ميلة، وكعب بن زيد فاشغلوه عن المحض،
هما أوردان الموت عمدا وجردا على الموت خيلا ما تمل من الركض. رديت ونجى اليشكري حذاره وحاد كما حاد البعير عن الدحض. ولو خفت هذا الفتك في الدين دافعت بنو مالك حتى يرد الذي يقضي. فيا عجبا للجذع أرفع فوقه وللصلب حظي من عدات ومن قرضي. وكنا على ذي مرة وسط قومنا ضبيعة قدما نضرب الناس عن عرضي. أبا منذر أفنيت فاستبق بعضنا حنانيك بعض الشر أهون من بعضي. أبا منذر إن كنت قد رمت حربنا فمنزلنا رحب مسافته مفضي. أبا منذر من للكمات نزالها إذا الخيل جالت في قنم بينها رفضي. أبا منذر كانت غرورا صحيفتي ولم أعطكم في الطوع مالي ولا عرضي. أبا منذر من للأمور التي ترى على مرة تحد الشرائع بالنقض. أبا منذر رمت الوفاء فهبته وحدت كما حاد البعير عن الدحض. ترى الناس أفواج إلى باب داره ليعلم حي ما يرد وما يمضي. فلست على الأحياء حيا مملكا ولست على الأموات في نكتة الأرض. يقال أبيت اللعن واللعن حظه وسوف أبيت الخير تعرف بالخفض. فأقسمت عند النصب إني لميت بمتلفة ليست بغرب ولا خفض. وتصبح كالغلباء تغلب غارة هنالك لا ينجيك عرض من العرض. ويلبس قوم بالمشقر والصفا شآبب موت تستهل ولا تغضي. تميل على العبدي في حد أرضه وكعب بن سهل تخترمه عن المحض. فلا أرفد المولى العنود نصيحتي إذا هو لم يجنح إلي ولم يفضي. فما كل ذي غش يضرك غشه ولا كل من تهوى كرامته ترضي.